لو حاسس بخمول وضيقة في الصدر لا تضيع وقتك، وضع يدك اليمنى الآن فوق رأسك هكذا، يدك اليمنى فوق رأسك هكذا واقرأ معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قل بسم الله أرقيني من كل داء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيني، بسم الله أرقيني. كررها 3 مرات. ثم قل أعيذني بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، 3 مرات. ثم قل أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني، 7 مرات. ثم اختم وقل اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، 7 مرات. ثم اجمع كفيك إلى فمك واقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، 3 مرات. ثم انفث فيهما 3 مرات، ثم امسح بهما ما استطعت من بدن. كرر هذه الطريقة كل يوم، مرة في المساء ومرة في الصباح لمدة أسبوع، يعافيك الله من شر ما تجد بإذنه جل في علاه. شفاكم الله وعافاكم من كل شر وسوء، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد. ربنا وتقبل دعاء. اللهم آمين.